مجنون هاني ناظر، الأخ أحمد من مكة، الأخ أحمد من مكة رزق بمولود أسماه هاني تيمنا على هاني ناظر. وأنا جايب له هذه الهدية، هات الهدية أسهم ساعدني، جايب له هذه الهدية. خلينا نتكلم عن الاسم شوية، الاسم ومعنى الاسم. معنى الاسم هاني من الهناء والسعادة والطمأنينة. اسم هاني من السعادة والهناء والطمأنينة. عندما قيل من دخل دار أم هانئ فهو آمن، عند دخول فتح مكة من الرسول صلى الله عليه وسلم قال من دخل دار أم هانئ فهو آمن، وكمان ذكر بسفيان. ليش ذكر بسفيان؟ لأنه كان يعلم أنه يحب الفخر، الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه جوه. إحنا نقول واحد ما ضرك يحب الفخر، أعطاه جوه، أعطاه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ليش؟ لأنه يعلم أن أبي سفيان يحب الفخر ما يضر، فقال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. أوكي، عاشت الأسامي، مبروك يا هاني، أحلى هدية. ما أدري تبان أنا حكيت يا أخي كذا، هي هدية المولود هاني. شوف هدية المولود هاني، هاني أحمد. يا أبو حميد، يا أبو حميد اسم ابنك فني، هاني أحمد. وهذه هديتي الخاصة للسمي اللي سميته على اسمي تيمنا، هذه هديتي الخاصة لك، وستصل إليك وإلى السمي هاني إن شاء الله. ذوقهم أسهم يعجبك على فكرة، هذا التغليف تغليفهم أسهم. هذه الفنيات زي العروسة اللي سوتها وراء، زي اللي نقول لكم عندها مشغولات حرفية. وبهديك هذه الأغنية، يلا إذا جاهز يا أسهم. أسهم الكنترول اليوم عنده جامعة بكرة وسهرته مسكين، لكن حب يفعل صوت حب يحتفل. هذه الأغنية مني، يلا